في أيام الخير والبركة، هيئة الأعمال الخيرية العالمية تضع بين أياديكم مجموعة من باقات البر والوفاء ليبلغ أجرها حدود السماء وينالها الله وفاء من عباده. باقة برا بأبي لتجعل له سبيلا من الخير وسعة من الدعاء تلهج بها أفواه المحتاجين. باقة برا بوالدتي أحق الناس ومفتاح الجنة وحقيقة الجهاد. باقة برا بأخي وإن فرقتنا دروب الزمان أنت السند، فالحق يقول سنشد عضدك بأخيك. باقة برا بأختي فهي الأمان والأم إذا ما غاب الحنان. باقة حصن ذريتي ضياء المستقبل وثمرة الفؤاد. باقت وفاء لزوجي وباقت وفاء لزوجتي، وفاء المودة والرحمة وطيب المعشر وحسن الزمان. باقت وفاء لصديقي وكم من أخ لم تلده أمي. باقت وفاء لعزيز رحل حتى لا ينقطع ثوابهم وتبقى ذكراهم بالخير. باقت وفاء لمعلمي، إنه الوفاء لمن كان سببا في مفاتيح الحياة. باقت بالصدقة صلهم، فلنصل الأرحام ومن غيرهم أولى بالمعروف. باقت أجر وعافية، يقول نبينا الكريم داووا مرضاكم بالصدقة. هيئة الأعمال الخيرية العالمية معكم على طريق الخير.